إن الأنظمة الآلية المتاحة لا سيما المتعلقة بالنشاط القضائي والأوامر القضائية تتطلب الحرص على تأمينها واتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية لحفظ المعطيات الشخصية التي تتضمنها وضمان سريتها. ولذلك أدعوكم إلى العمل أكثر على تحسيس القائمين عليها بأهمية تأمين المعلومات واتباع البروتوكولات الموضوعة لهذا الغرض. وفي خاتمة استعراض هذا المحور أقول بأن المعادلة التي تجمع بين العنصرين اللذين أشرت إليهما أي الرقمنة من جهة والمورد البشري المؤهل والنزيه والكفء من جهة أخرى لا شك بأنها تصنع الفارق، لأن علاقة التكامل بينهم لابد أن تكون دائما موجودة لضمان توفير خدمات قضائية مرفقية راقية وذات جودة.